سرعة في استعادة الكرة. لنرى معا من من الفريقين سيتمكن من تسجيل هدف الفوز. واحد من اللاعبين الهادين في الملعب، لكن عندما تتابع المباراة ستجد أكثر من يقوم بتمريرات. يمر يلعب كرة بينية. دفاعي ممتاز في مباراة اليوم. يلعب ابها لمنطقة الخطر. يمر يلعب كرة بينية. يعني كرة قدم رائعة. هذه الأجواء هنا في المدرجات الجمال. الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. كريستيانو رونالدو. الاستمرار في المحاولة أمام المرمى حتى الدقائق المتأخرة. هل ينجح؟ بيلينغهام. والآن فرصة موجودة. كريستيانو رونالدو. مدافعين. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة. لكن الهجمة في الأخير ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. الكرة في المرمى. يا سلام. جيدا عرف كيف يعمل بلوك المطلوب في الوقت المناسب حتى لا تمر الكرة إلى المرمى. مرت الكرة. كريستيانو رونالدو. يا سلام يا عيني على القائد. قائد ونجم وهداف. الله الله على القائد. نعم قائد الفريق يلعب مباراة كبيرة جدا. ظهور غير عادي وتألق في المواعيد الكبرى.